أيضا كان اليوم هناك إعلان رسمي سيد نعيمي كما تعلم من وسائل الإعلام التركية عن أيضا عن اعتقال 5 مواطنين إيرانيين في إسطنبول بشبهة الاستعداد لتنفيذ هجمات تستهدف إسرائيليين داخل تركيا. لكن هناك أيضا موقع نور نيوز المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني يعتبر بأن ويقول بأن إسرائيل تسعى إلى توريط تركيا في لعبتها ضد إيران. ماذا عن المواجهة اليوم الإيرانية الإسرائيلية داخل تركيا؟ نعم، لا شك أن إيران تلعب في عملية خلط الأوراق، هي تتمتع بقدرة يعني فائقة في عملية خلطها للأوراق، وتستخدم عدة نقاط من أجل تشتيت جهود كل الدول. يعني عندما تستخدم الورقة التركية، كذلك أيضا لديها قدرة على استخدام الورقة العراقية وصولا إلى الورقة السورية، كذلك أيضا اللبنانية. فعملية يعني حجم هذه المناورة التي تستخدمها إيران، من الممكن أن تكون لها تأثيرات سلبية على دول الجوار. لذلك نشهد اليوم نحن متغيرات كبيرة. فعلى صعيد مثال التعاون الأمني الذي سيجري ما بين الدول العربية وكذلك أيضا تركيا، كانت آخره هي زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا. أعتقد بأنها ليست فقط زيارة لبحث مسارات اقتصادية، وإنما ستكون هي لبحث مسارات عسكرية، وبوجه تحديد التعاون الأمني الذي يجري في المنطقة العربية، وكذلك أيضا عدة ملفات ربما قد تكون هنالك تعاون في المملكة العربية السعودية. اليوم باتت تنتج جزء من بعض يعني جزء من مكونات الأسلحة أو العتاد العسكري التي تقوم بإنتاجه في مواجهة تلك الميليشيات، وهي بحاجة أيضا فائقة لعملية لبعض قدرات الطائرات المسيرة بوجه التحديد. ربما قد تستثمر هذه بشكل أو بآخر في عملية إضعاف ميليشيا طهران في اليمن. لذلك أعتقد بأن هذه المشاريع فيما لو كان يعني هنالك نجاح كبير لهذه القوة العسكرية، يعني ما يسمى أو ما يطلق عليه اليوم هو الحلف الناتو السني. في حال نجاح هذا الحلف، أعتقد ستكون هنالك أيضا متغيرات كبيرة في المنطقة العربية، وسيكون هنالك انكفاء كبير. هو الحلف الناتو السني الإيراني. قوى حلف الناتو السني، ماذا تقصدون سيد نعيمي؟ هذا أقصد يعني يعني هنا طي الإنشاء أو طور الإنشاء، أم هو فقط في إطار التحليلات؟ الآن نتحدث أن هناك تحالفات في المنطقة، تحالفات تركية سعودية مصرية إماراتية في المنطقة، أردنية حتى، ودول المنطقة في مواجهة إيران. ماذا تقصد في هنا قوة الحلف الناتو السني؟ أقصد في هذا الحلف أن تلك الدول هي تعتبر من الدول السنية، لذلك هي تلجأ إلى عملية تعاضد جهودها وتكاتف تلك الدول، ربما قد يصب يعني بالنتيجة إلى تشكيل قوة عسكرية، قوة ردع، إما أن تكون يعني في المرحلة الأولى قوة عربية ومن ثم ستكون تركية. وبالنتيجة عندما نتحدث عن قوة عربية وقوة تركية، بمعنى أنها قوة مختلفة، لكن هي تأتي في إطار يعني الإطار السني. بمعنى آخر أن هنالك قوة ردع إيرانية تحاول تجزئة المنطقة وتحاول السيطرة والهيمنة على المنطقة العربية، وتؤثر على قضايا كبيرة منها خطوط الملاحة الجوية، كذلك أيضا خطوط الملاحة البحرية، أيضا الاستفزازات التي تجري في مياه الخليج العربي على مدار الأعوام السابقة. اليوم قبل يومين عفوا هنالك تحرش من قبل بعض قطع أو بعض السفن الإيرانية، الزوارق الإيرانية بإحدى القطع الأمريكية، وتم تحذير يعني إرسال رشقة من القذائف باتجاه تلك السفن. بمعنى آخر أن إيران تبحث عن طرق يعني بحث عن وسائل من أجل يعني استجرار المنطقة من أجل عملية عسكرية مفتوحة معها، لكن بنفس الوقت هي لا تجرؤ على يعني المواجهة المباشرة. ربما تستخدم هذه الأدوات فقط من أجل جس نبض بالنسبة لكل تلك القوى من أجل يعني توريطها في معركة. طيب، مواجهة غير مباشرة، لكن أعود يعني بهذه النقطة وبهذا الموضوع إلى أيضا إلقاء القبض على 5 مواطنين إيرانيين في تركيا بتهمة أيضا والاشتباه بتخطيطهم لاستهداف إسرائيليين داخل تركيا. ما التبرير الإيراني الذي سيكون حول هذا الموضوع باعتقادك؟ ربما قد يكون تبرير إيراني كما عهدناه في المرات السابقة، أي أن هؤلاء الأشخاص لا ينتمون إلى يعني إلى مشروع الاستخبارات الإيراني. يعني عندما يكون هنالك التحديد يعني تحديد لماهية هذه التهديدات، أعتقد بأنه في حال وجود يعني تلك المعلومات التي ستعلن عنها تركيا أو الإعلام الرسمي التركي، ربما قد يتيح لنا المجال في فهم ماهية هؤلاء الأشخاص. لكن لا يمكن الاعتماد على المعلومات التي ستديها إيران في المرحلة الحالية.